السلام عليكم. شاهد ظهور كائن غريب بالجزائر، لن تصدق حجمه. قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. أحتاج 10 ثوان فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، وقم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. إن كوكب الأرض مليء بالأسرار، حيث نظل حتى وقتنا هذا نغفل عن الكثير من الأمور عن كوكبنا، من بينها تلك الأشياء الغريبة التي حدثت قبلا ولم نجد لبعض منها تفسيرا حتى الآن. رحلتنا اليوم إلى قارة الجزائر. نعم، هي قارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كيف لا وهي أكبر بلد في إفريقيا. هذا غير الثقافات المتعددة الموجودة داخلها، فهذا البلد القارة يحمل العديد من الأسرار، من جنوبه في منطقة سافار إلى شماله. رحلتنا اليوم شرق الجزائر، وبتحديد في ولاية بلما، حيث أنه ظهر في هذه الولاية ظاهرة غريبة تتمثل في كائن غريب يتحرك بطريقة غريبة، مما أثار الذعر عند سكان المنطقة، حيث ظهر كائن غريب بأيدي طويلة يجول في أرض زراعية. وحسب كلام أحد مصوري الفيديو، فهو كائن يسمى بالرهباني، وهو عبارة عن نوع من الجن عند أهل الجزائر. شاهدوا شكله الغريب، يمشي على يديه ولونه الأسود الغريب. آه رهباني يا ليجان. ربما يكون حيوان غريب أو نادر، فالجزائر هي قارة كبيرة مليئة بالأسرار. اللهم احفظ بلدنا الحبيب الجزائر من كل سوء يا رب العالمين. أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد.